كنا في برنامج الاشبال وكنت وانتم مسافرين وكنا عملنا مداخله مع الدكتور كان اول مكالمه دي كان كنت كسبتوا الوحده 4 في اول مباراه وقلت له يعني المكسب فعلا حتى لو ما رجعتوش بالبطوله او بكاس في البطوله مجرد مشاركه النادي الاهلي في البطوله مظبوط واكتساب الخبرات فده مكسب فعلا حقيقي ومكسب كبير جدا. لا واحنا عايزين نرسخ دايما في ولادنا ودي حقيقه احنا مش بنقولها حاجه فيك يعني ان النادي الاهلي لا يقل عن اي نادي لا يقل ولا عن برشلونه ولا عن ريال مدريد ولا انديه انجلترا ولا لا النادي الاهلي ليه تاريخه وليه بطولاته وليه انجازاته وهو الاكبر في افريقيا وهو ثاني اكثر الانديه تتويجا بالبطولات وهو النادي الوحيد اللي جاي في التوب 30 في الانديه اللي هي اقوى 30 نادي في التاريخ فالنادي الاهلي لا يقل ابدا دايما ده اللي عايزين هم يبقوا عارفين وهم الحمد لله لما بيلعبوا مبارياتهم مع الفرقه دي بيلعبوا بالمنطلق ده ولا مثلا بيلعبوا بقى بدفاع وبخوف لا بيلعبوا بيهاجموا يلعبوا كوره ويباصوا ماتش برشلونه كان استحواذنا احنا اكتر بكتير واقوى بكتير برشلونه بس انا شفت الاجسام في برشلونه شفت هو واحد. رقم 8 رقم 8 8 مش عايز اقول لك بيعطل الولاد صعبه لا وكمان ما شاء الله التكوين العضلي كمان بتاعه والولد يعني عنده برجل سريع قوي واسع يعمل كده يعدي الفرقه كلها وبعدين بدليل ان حتى الجون اللي جه فينا بالهيدز ده ناطط في وسط الناس كلها لا ممكن حد اصعب حد مش عامل مش 12 سنه شفت انا اجزاء المباراه كان كبير